السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نقوم في حل أنشطة الدرس الأول، وهو أحكام الميم والنون الساكنتين والتنوين للصف العاشر الفصل الدراسي الأول. هنا نساعد الطالب في حل أنشطة الكتاب وهي التقويم والأنشطة. طبعا هنا في البداية عندنا أولا ظلل الشكل إذا كانت العبارة صحيحة، وصوب ما تحته خط إذا كانت أو إذا كان خطأ. يمكن إدغام النون الساكنة في كلمة الدنيا، طبعا هنا خطأ وهي الإجابة لا يمكن. يتحول التنوين إلى مد عند الوقف على كلمة دنيا في قوله تعالى، طبعا هنا الإجابة صحيحة. النطق الصحيح لإخفاء النون الساكنة يكون مجافاة اللسان عن الثنايا، طبعا هنا الإجابة خاطئة، هنا العليا، هنا العليا. ثانيا أعطي مفهوما للإدغام كما فهمته من الدرس. طبعا هنا تعريف الإدغام، نكتب تعريف الإدغام: إدخال حرف في حرف، إدخال حرف في حرف. وأيضا اصطلاحا التقاء حرف ساكن بحرف، إلقاء حرف ساكن بحرف متحرك. تكملة التعريف يصيران حرفا واحدا مشددا، هنا يصيران حرفا واحدا مشددا، حرفا واحدا مشددا. أما في السؤال ثالثا، أتلو الآية الكريمة الآتية وحدد نوع الإدغام. عندنا في هذه الآية نوع الإدغام إدغام مثلين، هنا نكتب مثلين. أما في الآية الثانية فنوع الإدغام أيضا نكتب مثلين، ولكن في الآية الثالثة إدغام، طبعا هنا هنا عندنا الليل مثلين، ولكن النهار والشمس هي متقاربين، هي متقاربين. كذلك عندنا هنا إدغام متجانسين، متجانسين، وهنا إدغام بدون غنة، إدغام بدون غنة. الآن نتحدث عن الإدغام بغنة والإدغام بلا غنة. عندنا هنا ذهاب غنة النون الساكنة تبقى غنة، هنا نكتب تبقى غنة، وهنا نكتب تذهب غنة، تذهب غنة. عدد الحروف 4، وهنا عدد الحروف حرفان.
خامسا قارن بين الإخفاء في النون الساكنة والتنوين والميم من حيث السبب. من حيث السبب، سبب إخفاء في النون الساكنة والتنوين هو عدم التقارب بين النون الساكنة والتنوين، عدم تقارب بالنون الساكنة والتنوين. العلامة في المصحف طبعا هنا كلاهما عار من التشكيل، كلاهما عار من التشكيل، عار من التشكيل. استخرج الأحكام الواردة في هذه الآية. هنا الذين هي إدغام مثلين، إدغام مثلين. أما منكم فهي إخفاء، وكذلك منكم من، هنا من نسائكم، من نسائكم مثلين، من نسائكم إدغام مثلين. وأيضا هنا منكرا هي إخفاء، هي إخفاء. وأيضا عندنا عفوا هنا منكرا من هي إدغام بغنة. أما عندنا منكرا هي إخفاء، منكرا بروحها إخفاء. هذه هي الإجابات، هذه هي الإجابات في هذه الصفحة. الآن ننتقل إلى الدرس الثاني. وكذلك في الدرس الثاني عندنا التقويم والأنشطة. اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المعطاة، الوضعية الصحيحة للشفتين عند القلب هي هذه الوضعية الصحيحة. السؤال الثاني، الحكم الذي لا يمكن أن يكون في كلمة واحدة من أحكام النون الساكنة هو، طبعا الحكم هنا ب وهو الإدغام. حكم النون الساكنة الواردة في كلمة، في هذه الكلمة هو إظهار ماذا؟ إظهار المطلق. الآن ننتقل إلى ثانيا، اشرح قول علماء التجويد، قلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم يجعل لفظة كلفظ. طبعا عندنا هنا الإجابة، قول العلماء صحيح، لأنه في الآية الأولى قلبت النون الساكنة ميما ساكنا وأخفيت في حرف الباء، وبعدها وفي الآية الثانية أخفيت، وفي الآية الثانية أخفيت الميم الساكنة في الباء. ومما سبق يتضح أن الآيتين تشتركان في حكم واحد وهو الإخفاء، وهو الإخفاء. الآن ننتقل إلى ثالثا. هنا ثالثا هذا الجدول عندنا النون الساكنة والتنوين الضم والميم الساكنة. عندنا في الإدغام هي خالية من التشكيل، خالية من التشكيل، خالية من التشكيل. تنوين الضم تتابع الحركتين، تتابع الحركتين. الميم الساكنة خالية من التشكيل، خالية من
التشكيل، خالية من التشكيل. الآن ننتقل إلى الإظهار، عليها سكون. الإظهار هنا عليها سكون، الإظهار عليها سكون اللي هي تكون كذا مثل رأس الحاء. وكذلك عندنا في تنوين الضم تراكب الحركتين، تراكب الحركتين، تراكب الحركتين. أما في الميم الساكنة فهي عليها سكون مثل الرأس. أما في الإخفاء خالية من التشكيل، خالية من التشكيل. والتنوين الضم تتابع الحركتين، والميم الساكنة أيضا خالية من التشكيل. تشكيل، خالية من التشكيل. الآن ننتقل إلى هنا أتلي الآية من 1 إلى 5 من سورة الحشر حتى تتقن تلاوتها ونستخرج منها الأحكام. الآن ننتقل إلى عندنا في التقويم والأنشطة للدرس الثالث. ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وصوب ما تحته خط إذا كانت خطأ أو إذا كان خطأ. السؤال الأول، صفة عندنا صفة الانفتاح من صفات الضعف في الحاء هي الاستعلاء، الإجابة صحيحة. الخاء المفتوحة وبعدها ألف هي أقوى حروف الاستعلاء، الإجابة خطأ. عندنا هنا الطاء، عندنا الطاء. ثانيا، ما العلاقة بين التفخيم والاستعلاء؟ علاقة بين التفخيم والاستعلاء علاقة تلازم، هنا نكتب علاقة تلازم، علاقة تلازم. فجميع الحروف الاستعلاء مفخمة، فالتفخيم نتيجة الاستعلاء. عد ترتيب الكلمات القرآنية من الأقوى إلى الأضعف. عندنا الأقوى هي الطامة، وبعدها طبع، هنا اثنان، وبعدها يطوف، هنا يطمعون. هذه هي الثالثة، وهذه هي الرابعة، وأخيرا هنا الخامسة. هكذا يكون الترتيب. أتلو قوله تعالى مما يأتي ثم سجل تلاوتك واسمعها زملائك. طبعا هنا يقوم الطالب في حال هذا النشاط. الآن ننتقل للدرس الرابع وهو التفخيم والترقيق. عندنا هنا في التفخيم والترقيق اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المعطاة، الراء المرققة في قوله تعالى، طبعا هنا ألف. لام لفظ الجلالة، في السؤال الثاني لام لفظ الجلالة حالة وصل هي مرققة. ترقيق لام لفظ الجلالة الله إذا سبقت، إذا سبقت بماذا؟ إذا سبقت بكسر عارض. ثانيا، بين حكم حروف الملونة أدناها مع التعليل لكل حالة. قال تعالى في هذه الآية القاف هي ماذا؟ القاف مفخمة، والراء، والراء أيضا مفخمة، والطاء أيضا مفخمة. الراء والطاء والقاف مفخمات. أما في الآية اللي بعدها عندنا الباء، الباء مرققة، أما الباء والراء مرققات. عندنا هنا الراء هي مفخمة، الراء مفخمة. عندنا هنا الهمزة مرققة، و
وايضا الالف الف الوصل ايضا مرققة، واللام ايضا مرققة. ثالثا بالعودة الى مراتب التفخيم حروف الاستعلاء الواردة في الدرس الثالث، رتب الراء المفخمة، الراء المفتوحة وبعدها ألف، الراء المضمومة والراء المكسورة والراء المفتوحة. أولا الراء المفتوحة وبعدها ألف واحد، الراء المفتوحة اثنان، الراء المضمومة ثلاثة، والراء المكسورة أربعة. اشترط العلماء الترقيق الراء الساكنة المتوسطة شرطا أربعة أو شروطا أربعة، استنتج ثلاثا منها. أولا الراء الساكنة، ثانيا قبلها كسر أصلي، ثالثا بعدها حرف استفال، بعدها حرف استفال. أما خامسا، طبعا هنا وجد السؤال الخامس، نبحث عن الصفحة. متبقي السؤال الخامس، هنا في السؤال الخامس مكتوب لدينا اقرأ النص القرآني من سورة القمر المباركة من 1 إلى 15، ثم تعاون مع زملائك في تحديد أحكام الراء تفخيما وترقيقا. الراء المفخمة، الراء المفخمة عندنا الكلمات هذه، الراء المفخمة القمر، راء مفخمة أيضا هذه راء مفخمة، وكذلك هنا الراء المفخمة، وهنا أيضا الراء المفخمة، جميع هذه الكلمات هي راء مفخمة. هذه هي الراء المفخمة. الآن ننتقل إلى الراء المرققة. الراء المرققة عندنا هذه هي الراء المرققة. عندنا كذلك الراء التي تفخم وصلا وترقق وقفا، استخدم لون ثاني، الراء التي تفخم وصلا وترقق وقفا. هذه هي الكلمات، عندنا
عندنا أيضا الراء التي ترقق وصلا وتفخم وقفا، تفخم هنا تفخم وقفا. استخدم لون ثاني، تفخم وقفا. مثل كلمة ودسر، أيضا هذه الكلمة وهذه الكلمة. طبعا باللون الأحمر هي الراء المفخمة، أما باللون الأزرق فهي الراء المرققة، أما باللون الأخضر فهي الراء التي تفخم وصلا وترقق وقفا. أما في اللون البرتقالي أو اللون الأصفر الراء التي ترقق وصلا وتفخم وقفا. هذه هي إجابات الوحدة الأولى من كتاب الصف العاشر الفصل الدراسي الأول. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف العاشر لتعم الفائدة.